النور من التجزئة الخضراء قرب السوق النموذجي. مساء الأنوار إخوة والأخوات اللي كيتابعونا في قناتنا إيسي لغاش، أهلا وسهلا بكم. تحية عميقة للناس المقيمين هنا والناس الجالية المغربية في الخارج اللي كيدعمونا ويسندونا كيهتموا بهاد القناة ديالنا. تحية للعمال المناضلين. تحية وألف تحية للجميع في هذا اليوم المبارك، اليوم الأخير من شعبان. فنحن مقبلون غدا بحول الله على شهر التوبة والغفران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أخوة الأخوات، بواشركم بركة، كل عام وأنتم في نعمة، كل عام وأنتم في صحة وعافية وسترة، كل عام وأنتم تتمتعون بالصحة الجيدة، كل عام وأنتم تسمعون خيرا على أهليكم وذويكم وأحبابكم. قبيلة وأنا كنت فحص في الفيسبوك ورانا بارطاجيت عندي في الفيسبوك ديالي إيسي لغاش واحد المنظر، واحد الواقعة مهولة في المعازيز خميسات. شخص سقط في قادوس وبقى في خوت وبقى فيهم وناض واحد بغى يجبدو، مشى حتى هو معاه، وناض الثاني حتى هو بغى يجبدو مشى حتى هو، الله يرحمه. ثلاثة مشاو، جاو الناس الوقاية المدنية، نزلوا واحد السيد غير ينزل شوية، قال لهم طلعوني أصيب بغيبوبة. هذا المنظر مفجع من عزيز إقليم الخميسات. كان الله وكيل العائلة ديال هاد الدراري هادو ثلاثة، واللي بغى يشوف هاد الوضعية الحرجة وهاد الفيديوهات الصعبة عليه بصفحة فيسبوك المعازيز الغالية، المعازيز الغالية. نحن في السلام، تحية وسلام لأهل حي السلام، وتبارك الله عليكم. تحية لكم، تحية سكنة حي السلام، هذا الحي السالم والآمن، هذا بيم وهذه مقهد السلام كنظن، هذا شارع عبد الرحمن الغافقي. شارع عبد الرحمن الغافقي كينطلق من هنا، بل كينطلق من الوكالة ديال الأراضي اللي كاينة في السلام، وكينزل حتى لشارع صلاح الدين الأيوبي فين كاين المسجد ديال البر والإحسان. رمضان مبارك كريم للجميع، تقبل الله منا ومنكم. رمضان تحت ظل حظر التجوال بالمغرب انطلاقا من الساعة 8 مساء، أي قبل أذان العشاء بقليل، إلى حدود 6 صباحا أي بعد الفجر. يعني الليل كامل خصك تثبت وخصك تقرم في داركم، هذا هو اللي قررته الحكومة المغربية على أساس تقرير جها من وزارة الصحة. تحية للناس ديال المحصحاص، تحية للناس ديال ديور غارسيا، تحية للاعبين ديال كرة القدم ديال هذا الحي العريق، لاعبي المحصحص
على رأسهم الأخ الحسن أيت بالله، الرجل المكافح القيدوم واللي ناضل مع الفريق المحصحص إلى أن وقف على رجليه. تحية كبيرة للحسن أيت بالله لهذا الحي الجميل روض الليمون. هنا في هذه النواحي كاين المطعم ديال خي أحمد، هو هنا في هذا المكان خي أحمد، الرجل كف الرجل المعقول عرائش القح، شارع صلاح الدين الأيوبي. صيدلية الحراسة هذه الليلة هي صيدلية الرياض قرب أوتيل الرياض السابق، قرب كذلك المحطة سابقا. يوم مشمس، آخر يوم من أيام الإفطار، غدا إن شاء الله أول يوم من أيام الصيام. الدولة بعدو تسمعو مشا تولوت، مشاو تولوتين، مشا سيدنا رمضان، الله يعطينا بركته يا ربي. شارع محمد الخامس أهم شارع بالمدينة، هنا الوكالة ديال الضمان الاجتماعي، ها هي هنا المديرية ديال الضرائب، هو فكاش هنا، المالية على اليمين. ها اللي قلنا الخش، ها العشب بلاص بافي ولا العشب، ها هو تغرس العشب الصغير السقا باش يطلع وتخدر الدنيا. نعم سيدي، واللي الانسان يشوف داك الخضره يرتاح. اخبركم اخواني اخواتي على ان المغرب اداء المغرب حسب مدينه العرائش سيكون غدا بحول الله على الساعه السابعه، على الساعه السابعه. بالنسبه للفجر سيكون على الساعه الرابعه وعشرين دقيقه حسب توقيت العرائش، الرابعه وعشرين دقيقه، يعني ان الانسان خصو يقطع قبل من هذا الوقت على الاقل بقسمين، مثلا ربعة وقسمين خصو يكون مسالي باش ما يدخلش في الشكوك، هو كياكل ويأذن اشنو اللقمة، واش نكمل عليها، واش نحبسها، واش كذا. علماء اتفقوا على ان القطاع خصو يكون قبل بواحد القسمين على الاقل، والله اعلم. هالاعشاب اخوتي ربعة وثلث اذان الفجر، الشروق على الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة. شوفوا الوقت كيفاش رجع كيطير، سبحان الله العظيم. على البارح والفجر مع الستة ونص، سبحان الله روح. الأعشاب على اليمين وعلى اليسار، تقبل الله صيامكم، تقبل الله صلاتكم، والله ينفعنا وينفعكم بالقرآن، لأن رمضان بلا قرآن وبلا صلاة راه ما كاين والو أخوتي، راه الرحمة الله سبحانه وتعالى. حزبين في اليوم ما يخسر الانسان والو، 60 30 يوم يكون ختم القران العظيم، ولك الاجر العظيم ان شاء الله بحول الله وقوته. لكن اللي كيقرا القران مع الصلاه قبل من اي صلاه، كيقرا مثلا الحزب بعد الصلاه كيقرا حزب وكيمشي معاه كيختم 60 حزب واقيلا في اسبوع والله اعلم، ولا اسبوعين ولا ثلاثه. تقبل الله منا ومنكم، غفر لنا ولكم، كل التحية والتقدير للجميع. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وما تنساوش كالعادة بارطاجي منا الفيديو، هذا الفضل اللي غادي ديرو هو البارطاج. تحياتي والسلام الحار إلى الجميع من قلب مدينة العرائش، من ساحة التحرير، ساحة الفسحة، ساحة الراحة والاستجمام، ساحة الحرية. سي البكي، بمناسبة ديال رمضان غدا إن شاء الله، شنو تقول رمضان كريم
الله يدخلوا على جميع المسلمين الصحة والهناء ويرفع علينا هذا الوباء. أمين يا رب العالمين. والشخص الكبير اللي في البلاد جلالة الملك والأسرة الملكة والشعب المغربي كامل، الإخوان ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن بالصحة والهناء وطول العمر. الله يسمعنا خبر الخير على كل واحد. واحد السيدة كنشكروها من هذا المنبر هي اللي كانت السبب في قلبت عليك وعيطت لك، أنت راه عارف الاسم ديالها. ما غادي نذكرش الاسم ديالها. نعم. ولكن انا عرفتها. نعم. وكنبلغ لها تحيه والاولاد ديالها والزوج ديالها والعائله ديالها. الله يسمعنا عليهم. امين امين. الله يلاقينا بهم بساعه مبروكه. نعم. وسعيده. وكنتمنوا لك رمضان مبارك خي احمد. بارك الله فيك. العائله ديالك. امين. والجميع والمدينه ديالنا العريش. امين السي البكي. امين. الازدهار ونشوفوها بشي حله ان شاء الله احسن من هادي. وشكرا. الله يحفظك السي البكي. شكرا. الالتفاته ديالك. العفو العفو. هادي وعيطتي لي وجيت و لا لابد. وكل فرح انني. الله ينورك. ومعايا الحفيد ديالي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحجبه. كنشوف الله يحجبه. صورتي خليفة ديالنا الحمد لله. وكنطلب له النجاح ويك يا ربي يا ربي يا ربي. سميتك با محمد. محمد محمد الصلاة والسلام على محمد علي. ايوا انت ما شاء الله. الله الله يحفظه. الله يجعل منه كما كنقولوا الزرع والزريعة. شكرا السي البكي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك.